واداله فلوس في ايده، وبعدين قال لها هاتي برشام صداع لان انا مصدعه. هي طيب الأخيرة دي كركبة دي هنطلع للآخر. لفاصل صغير معلش ونرجع نفسر طيب. الحلم مع بعض. اهلا بحضراتكم مره تانية في كلام هوانم، ولسه معانا طبعا دكتور صوفيا زاده، وكان معانا حلم قبل الفاصل لميار وهي هتفسره لنا. باباها اللي كان متوفي بقاله 5 سنين. بصي، هو طبعا بما انه في المزرعه معنى كده ان هو ينعم في الجنه ما شاء الله. بيقول انا هتنقل من مكان لمكان بس بيلم هدومه من البيت. معنى ان يلم هدومه من البيت ان في حد من البيت كان دايم الدعاء ليه، دايم الصدقه، حد بيعمل له حاجه كويس، هيمشي هيمشي من البيت، سواء كان سفر بقى او كان مثلا هيتجوز الولد ده، غالبا هيبقى الولد. فهو بيقول انا رايح مزرعه تاني، معنى كده ان هو هيبعت له الرزق والخير والمنام في الحقيقه، هتوصل يعني بس من بيت تاني، يعني هينتقل لبيت اخر. وبيقول له خد الفلوس وجيب ما شاء اعزكم الله كده. هو الولد اللي قال له انا هاخدهم اجيب بيهم، فهو وافق. ده ما شاء الله، ده ان شاء الله باذن الله في ذريه طبعا ما شاء، وبرده فيها اموال كتير. لان كان في رؤيه سابقه لاحد السلف الطاهر ان